لو كان هناك مبادرة حقيقية نفذت مطالب هذا الشعب أتوقع أن الجميع سيقبلها. لو وقع الرئيس في بداية هذه المبادرة دون نزف الكثير من الدماء ربما وافق عليها الشباب، لكن حين يقولون أن كيف نصفق وكيف نسرق وكيف نهتف والكثير من الأسر لديها ضحايا ولديها شهداء كثيرون، الحلول التي ربما يطرحها الشباب هي أن يفكر الجميع بمصلحة هذا الوطن، يفكر أن الوطن أولا بعيدا عن المصالح السياسية وبعيدا عن الأحزاب التي أكلت من أرواح الشباب ومن روح الوطن الحقيقية. نحن كما سمعنا أن جمال بن عمر حينما أتى إلى اليمن قال أن مجلس الأمن لا يهتم أو ليس طرفا، لم يكن طرفا في هذه المبادرة، فبالتالي لا يمكن له أن يعطي حصانة لأحد. الحق الذي يريده أهالي الضحايا حق مشروع، إذا أرادوا أن يحاسموا صالح ذلك من حقهم، ولكن كما عرفتم أنه لديه حصانة من دول الخليج ولا ندري ما مدى سعة هذه الحصانة. هل ستستطيع أن تواجه مجلس الأمن مثلا إذا رفع أهالي الضحايا إلى منظمات العفو الدولية أو إلى المحاكمات؟ هل ممكن لهم أن يعطوا هذه الحصانة؟ لا ندري بالضبط، وأتوقع أن هناك كثير من أهالي الشهداء الذين يريدون فعلا محاكمة صالح، وكثير منهم أيضا يقولون كنا نتمنى أن يكون أخي أو ابني هو آخر الشهداء فليرحل وليتركنا نضمد جراحنا. لا أتوقع ذلك، نتمنى أو لا نأمل ألا تؤدي إلى ثمار هذه المبادرة إلى حرب أهلية. جزء كبير من الشباب في الساحات هم ينتمون إلى هذه الأحزاب ولديهم ثقة ربما بقياداتهم أنها لا تخون، ونحن لا نستطيع أن نخون أحد في نهاية الأمر، ربما لديهم رؤية أخرى رؤية سياسية، لكن في نفس الوقت هناك من اتجاه المدني الذي لا ينتمي لأي حزب يريد أيضا أن يضم هذه القائمة كلها بأنها خانت الوطن وبأنها لم تقدم شيئا لهذا الوطن، ولكن لا أتوقع أن الأمر سيصل إلى حرب أهلية بإذن الله، وذلك وأيضا نأمل بذلك. الوضع في اليمن وضع صعب جدا، وجود كثير من الأطياف السياسية والدينية بشكل خوف حقيقي مع وجود مشكلة القاعدة وجود مشكلة الجنوب، كل هذه تترك التساؤلات هل فعلا سنستطيع أن نصل باليمن إلى بر الأمان؟ الرئيس للأسف لم يوقع إلا بعدما أنهك هذه البلد، أنهكها فعلا وخلق فيها الألغام وخلق فيها الكثير من المشاكل التي لا ندري هل سنستطيع أن نتعافى منها. الرئيس ظل 33 عاما يحكم اليمن، ونتوقع أننا بحاجة إلى 33 سنة أخرى لكي نعيد بناء هذا الوطن من جديد. هل تبيع على سنة كهذا دورة وفيدة المهندسين؟ ألا، وخطط يعني؟